معنا السيد عبادة أحمد وهو رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الرأي. مرحبا بك سيد عبادة. لماذا السوق يواصل يعني هدوءه؟ ألم تتضح صورة التداولات بعد، خصوصا مع وجود التسويات المتواصلة مع القطاع المصرفي؟ طبعا نحن في أجواء رمضانية وصيفية كما اعتدنا القول، لكن اليوم البارز هو الفرق ما بين حركة المؤشر الساري ومؤشر كويت 15. كويت 15 حقق مكاسب طبعا بدفع من سهم الوطني ونشط على بعض الأسهم المصرفية والأسهم القيادية الأخرى، فيما مؤشر الساري ربما كانت خسائره مبالغا فيها بعض الشيء بسبب بعض عمليات التسييل التي جرت على أسهم اعتدنا القول أنها شعبية أو رائجة، فلذلك رأينا الانخفاضات كبيرة إلى حد ما على المؤشر السعري. في المقابل على البنوك نجد حركة شراء قوية. طبعا أمس رأينا قيم تداول ضخمة جدا على بيت التمويل الكويتي، اليوم نرى نشاطا قويا على سهم الوطني. طبعا أنا أعتقد أنه القطاع المصرفي هو سيكون الحدث الأقرب في الفترة القليلة المقبلة، يعني من خلال نتائج الربع الثاني اعتدنا ان تكون نتائج البنوك تظهر اسرع من غيرها، فبالتالي ربما يكون هناك بعض الاستباق لهذه النتائج. نعم طيب، طبعا بالنسبة لملفات بالنسبة لملفات واضحة، ليش التسويات ما عم تعطي رضا ربما في السوق عن هذا القطاع؟ وهل برأيك ما نزال مكملين في بند المخصصات؟ نعم، كما تحدثت هناك تسويات كبيرة تمت خلال النصف الأول، كنا نعتقد أن هذه التسويات ستؤدي إلى انخفاض المخصصات وربما دعم الأرباح. بالتأكيد سيكون هناك نمو على أساس سنوي في أرباح الربع الثاني، لكن في حدود علمي أن المخصصات ستبقى كبيرة في الربع الثاني لدى أكثر من بنك. سيكون هناك تراجع في الأرباح على أساس فصلي، هذا على الأقل ما أعتقده أو ما نستشفه من الأجواء إجمالا أو من المعلومات المتاحة أو من التوقعات. طبعا يعني موضوع المخصصات هو موضوع جدلي، هناك بعض البنوك وهذا ليس سرا أن بعض البنوك لديها وجهة نظر بأنه آن الأوان لننتهي من دورة تجنيب المخصصات الكبيرة، باعتبار أنه حتى الأسواق الإقليمية الأخرى التي مرت عليها الأزمة أو الأسواق العالمية انتهت من هذه الدورة وبدأت يعني إعادة إلى المستويات الطبيعية للمخصصات في الظروف العادية. طبعا بالنسبة للكويت إذا عدنا الأرقام الرسمية للعام 2012، نسبة القروض المتعثرة انخفضت دون 5%، نسبة التغطية لهذه القروض بالمخصصات ارتفعت إلى 175% مع الضمانات، ومن دون ضمانات قاربت 95%، إذن نسبة تغطية كبيرة، حجم مخصصات كبير. السؤال الذي يطرحه البعض، لماذا هذه المخصصات الكبيرة؟ هناك إجابات موجودة من مصرفيين، العديد من المصرفيين مقتنعين بها، أن يعني أوان إطفاء إشارة ربط الأحزمة لم يحن بعد، لابد أن ننظر إلى البيئة التشغيلية، لابد أن تستمر البنوك بتكوين دعامات سيولة أو دعامات مخصصات كبيرة في حال تراجع البيئة التشغيلية، في حال ظهور قروض متعثرة جديدة غير القروض الموجودة بالفعل أو المسجلة بالفعل حاليا كقروض غير منتظمة. طبعا مسألة جودة الأصول مسألة معقدة وتتخطى ما يظهر من الأرقام، يعني جودة الأصول طبعا كما هو معروف ترتبط بالبيئة التشغيلية وترتبط بحالة كل عميل على حدة أو بمعرفة حالة كل عميل على حدة. أشكرك عبادة أحمد على كل هذه المعلومات.